اذا بذكر انه في مباراة عم تقام بهالاثناء ايضا بملعب حمدون. الشوط الاول منها كان انتهى بتقدم الصفا بنتيجة 2-0. اكيد رح يكون لنا متابعة اول باول للي عم بصير. بالوقت يلي هون عم تشوف الاصطدام يلي حصل والإصابة يلي كانت تعرض لها محمد حمود ظهير أيسر الأنصار السابق بالمناسبة. نزار محروس المدير الفني لفريق الأنصار. حمود راح يعود إلى أرض الملعب بهالأثناء واللاعب عم يستأنف. وهذا الحاج محمود حمود مدرب فريق شباب الساحل. بالوقت اللي حسين عواضه بحاول يقترع على الجهه اليمنى حسين عواضه، الكره عم بتطول عنه لكن الى ركله مرمى. عم يطالب حسين عواضه كان بركنيه. الحكم عدنان عبد الله كان ضبط الحاله وقال ركله مرمى عند علي ظاهر. بالمرحله المقبله الانصار من المفترض يفتتح المرحله يوم الجمعه المقبل بمواجهه الصفا، بينما الساحل مفترض انه يلعب الاحد امام ضيفه التضامن سور. اكيد تقدروا تتابعوا على ام تي في عبر السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام وتويتر، وطبعا البروميات الخاصه بالمباريات عبر شاشتنا لتعرفوا اي مباريات رح تكون منقوله بالاسبوع الثالث. مع اللواتي بيخطف الكره منه لعند موني، موني بيلعب الكره الاماميه باتجاه المعتوق، لكن زهير عبد الله هو يلعب واقف هجمه الانصار بحافظ على كرته. زهير للحمود من لمسه واحده لعباس عطوي، ايضا لمسه جميله من العطوي لعند حسين رزق واحد من ابرز نجوم الشوط الاول. رقم 11 كان عم يعمل شغل كبير بالشوط الاول على صعيد السماح لشباب الساحل بكسب بعض المعارك ضمن الحرب الكبير يلي كانت قائمه للاستحواذ بوسط الملعب. كوليبالي عنده انذار، كوليبالي بالشوط الاول. كره على الجهه اليمنى، زهير عبد الله للخلف، علي ظاهر سريعا ببعد الكره تبقى عند الانصار بتروح. ما في تسلل، في تسلل، في تسلل على الحاج مالك، في تسلل على الحاج مالك بالكره الاخيره. حاول الحاج مالك يهرب ويكسر مصيدة التسلل بمحاولة لتسجيل ثاني أهدافه بمباراة اليوم. الوقت يلي فيها الكرة داخل منطقة الجزاء لشباب الساحل. حيدر عواضة يعني طبعا بالوقت يلي المعتوق عم يلعب الكرة جميلة لحاج مالك، الحاج مالك من طريقه لفرت الحاج مالك، الحاج مالك، الحاج مالك، بنالتي بنالتي بنالتي، ركلة جزاء، ركلة جزاء فعلا للحاج مالك نجم المباراة بدون منازع، بالثنائية مع حسن معتوق، بالثنائية مع حسن معتوق، الثنائية الرهيب اليوم عم تحمل بنالتي للأنصار. قلت لكم جلاد شباب الساحل، 2 أهداف أو 5 أهداف للحاج مالك بثلاث مباريات الاخيره امام شباب الساحل. بالاعاده مره جديده علي عبود هو يلي واكب الحاج مالك وهو يلي عرقل الحاج مالك. 5 اهداف بثلاث مباريات للحاج مالك، اكيد راح تشوفوها اكثر بالاعاده للبينالتي والحاله يلي من خلالها كان في احتكاك بين علي عبود والحاج مالك وحصل الحاج مالك على بينالتي. ومين راح ينفذ البينالتي؟ حسن معتوق تحت انظار جمهور الانصار صاحب التمريره الحاسمه بالشوط الاول للحاج مالك. بفضله الانصار تقدم بالشوط الاول للرقم 7، هو يلي راح يكون طبعا عم ينفذ البينالتي المعتوق بمواجهه علي ظاهر. مين راح يفوز بهالمواجهه بهالمبارزه؟ هل هو نجم الانصار؟ هل هو حارس شباب الساحل؟ حسن معتوب انتظار صافره الحكم ماهر العلي عم يتقدم المعتوق 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 المعتوق.
المباراة بتمريرة حاسمة بلمسة ساحرة بالبنالتي اللي حصل عليها الحاج مالك وهو عم بيسجلها الرقم 7 10 على 10 بمباراة اليوم. حسن معتوق رجع للتألق رجع للأضواء عم يأكد مرة جديدة انه هو النجم فوق العادي. لمسته للحاج مالك هي اللي جابت البنالتي، تمريرته للحاج مالك هي اللي أعطت التقدم ببداية المباراة وبهدفه حاليا. الأنصار عم يتقدم 2-1، الأنصار عم يستعيد التقدم، الساحل مطالب طبعا برد فعل، الساحل تحت الضغط، الساحل من المفترض فارس إذا ما أراد البقاء بأجواء المباراة ممنوع يقع بفخ الشوط الأول وهو إهدار الفرص الكبيرة وإضاعة الفرص الكتيرة. تقدم الأنصار 2-1 وجمهور الساحل عم بيتحسر على الفرص يلي أضاعها حيدر عواضة من بداية المباراة، يعني بالشوط الأول فرصتين، بالشوط الثاني فرصة وكان المرمى مشرع قدامه. حيدر عواضة يمكن هالفرص يلي عم بيضيعها عم بتكلف فريقه كتير. على كل ما بعرف قديش عبد العزيز الداي رح يقدر يشارك او لا، جاد حسين عم بيأدي عملية التحمية بصفوف فريق شباب الساحل والكرة داخل منطقة الجزاء. حاليا الساحل بده يحط كل تقله بالهجوم، الانصار بده يعتمد اكثر واكثر على الهجمات المرتده ليقدر يسجل هدف ثالث وينهي معها المباراه. الامور تصير اصعب واكثر على الساحل بحال الانصار قدر يسجل هدف ثالث. خلينا نتابع المباراه بعدها ببدايه الشوط الثاني، بعد في وقت كثير لنحكي. كره حاليا على الجهه اليمنى مع عباس عطوي، عباس عطوي معه الشبريك وعباس عطوي بمر الكره اماميه للكوراني، كوراني بجرب يرفع الكره الكوراني بيحصل على ركله ركنيه فريق شباب الساحل. حاليا من بعد الهدف الساحل طبيعي انه يهاجم، طبيعي انه يضغط، طبيعي انه يجرب محاولاته على مرمى فريق الانصار. التبديل صار جاهز من ناحيه فريق شباب الساحل، وجاد حسين يلي عم يستعد لينزل لارض الملعب. ركله ركنيه بنفذها عباس عطوي، كره اماميه من كوليبالي، سير رزق نونا، نونا بيتقدم 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 بالكره ورمي تماس لفريق الانصار. الاسبوع الماضي جاد حسين كان عم ينزل كلاعب احتياطي بدلا من حسين رزق، ما بعرف اليوم التبديل بدلا من مين رح يكون. رامي تماس، محمد حمود، كرة أمامية ما زالت مع فريق شباب الساحل. عباس عاصي بيخسر الكرة بتروح لعند علي عبود، علي عبود بيلعب الكرة الساقطة داخل منطقة الجزاء، الضغط موجود، الساحل عم بيضغط، الأنصار مع الهجمات مرتدة. الله على هالتمريرة لنصار، نصار 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 بيتقدم، نصار نصار بده يلعب الكرة، بده يمرر لموني، موني داخل منطقة الجزاء للحاج مالك، الحاج مالك بيسدد بالشباك الخارجية وفي ركلة ركنية خطرة كثير كانت الهجمة المرتدة لفريق الأنصار. التبديل رح يكون بدلا من حيدر عواضة يلي توقعت أنا إنه حيدر يصير التبديل باعتبار ما إنه موفق بمباراة اليوم. بيمرق على اللاعب انه ما بيكون موفق، هذا الشيء اللي كان مع حيدر بمباراه اليوم. والحاج حمود عم بيعاتب حيدر عواضه، شو بعد بدك؟ وصلت الطابق قدامك لتسدد، ما سددت، بعده عم بيكسر كان الكره، وكانت النتيجه 1-1، كانت تغيرت الامور كثير كثير كثير. كوليبالي بيبعد الكره لعند نصار، نصار بيلعب الكره لعند المعتوق على الجهه اليمنى، المعتوق بيتقدم، بيتقدم المعتوق، بيدخل منطقه الجزاء، المعتوق بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، علي عبود بيبعدها، اللواتي بيوصل للخطر موجود، ما زالت كره مع اللواتي، اللواتي بيرجع لعند الشبريكو، اللواتي بيتعرض للاصابه، الشبريكو حط الكره خارج الملعب، اللواتي على ارض الملعب. خلينا نرجع نشوف الاعاده هون. نصار نصار فضل انه يمرر لموني، موني للحج مالك، ما كان في تسلل ابدا، والتسديده يلي كانت من فريق الانصار كان بيقدر فريق الانصار يعلي النتيجه ويضاعف النتيجه ل 3-1. ركلة حرة لفريق الأنصار مع جمهور الأنصار يلي ما عم بيسكت أبدا، عم بيشجع فريقه من بداية المباراة. ناطر هدف جديد
هدف يقدر يأمن ثلاث نقاط. الكرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء. الله، جول 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 اللواتي عم يلعب الركلة الحرة المباشرة ودغري من اللواتي مباشرة على يسار الحارس علي ظاهر. هيدا الانصار، رجع الانصار، رجع الزعيم، رجع لسكة الانتصارات. 3-1 كمان مرة تسديدة اللواتي، ما حدا لمسها وقدر اللواتي يسجل الهدف بالركلة ذكية حلوة كتير. والانصار عم يتقدم 3-1 على فريق شباب الساحل. بداية أكثر من مثالية بالشوط الثاني مع بطاقة صفراء رح تكون ناطرة محمد حمود بعد الخطأ يلي ارتكبوه. بداية مثالية بأول 10 دقائق الأنصار عم بيسجل هدفين بالشوط الثاني، وهيدي الأمور واضحة. نصار على أرض الملعب من بعد ما تعرض لهالإصابة والأجواء شوي شربل تشنجت على ارض الملعب باعتبار انه كانوا عم بيطالبوا ببطاقه حمراء لمحمد حمود. صحيح، يعني خطا محمد حمود بحق نصار كان قاسي نصار العائد من الاصابه، لكن الاهم انه الانصار من نار عم بيعود طبعا بهالمباراه. بنشوف الاعاده هون نصار وتدخل حمود على كحله لنصار مباشره. كرمال هيك كانت مطالبات الانصاريين بالبطاقه الحمراء. نصار رح يقدر يتابع 3-1 النتيجة للأنصار. مرتاح كتير، ملا بداية نارية أنصارية بالشوط الثاني. الأخضر عم يستعيد ربيعه بالوقت يلي في كرة أمامية هون. جاد حسين عم يتدخل أمام نصار الساحل مع حسين رزق عم يحاول يهاجم حسين رزق بمجاهد اللواتي. 5 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بحمدون، والنتيجة لا تزال على حالة 2-0 تقدم الصفا على الشباب الغازية. الصفا طبعا بعد النتيجة رح يرفع رصيده إلى 4 نقاط بما أنه كان تعادل سلبا بالمباراة الأولى أمام الإخاء الأهلي علي، بينما الغازية رح يكون وضعه محرج بشكل مبكر مع تلقيه خسارته الثانية. عباس عطوي مصاب على أرض الملعب نجم فريق شباب الساحل. بالوقت يلي جمهور الانصار وطبعا الالتراس الانصاري بالمقدمه بحاله احتفاليه، والفرحه يلي كانت جنونيه طبعا بعد الهدف الثالث للواتي. بالوقت يلي جاد حسين عم يتلقى الكره على الجهه اليسرى، جاد بحاول يسيطر على كرته. جاد شو ممكن يعمل بهالكره؟ بتروح لعند العطوي بحاول يمر، عباس عطوي صعب المرور راح يكون على البيطار. رمي التميس بالوقت يلي ماهر العلي بحديث مع الحش حمود. يعني بصراحة اعتراضات الساحليين ما بتنفعهم بهالوقت، رح توتر الجو أكثر بالوقت يلي الفريق بحاجة لتركيز كبير. اليوم الأنصار عم يكشف عن وجهه الحقيقي، عم يكشف عن وجهه الأصلي مع الحش مالك. لواتي مقطوع الكرة من حسين رزق أيضا إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس رح تكون لمصلحة الأنصار. مباراة كبيرة للنجم التونسي اليوم، ما تتخيلوا المجهود الرهيب يلي عم يعمله على أرض الملعب حسام اللواتي. حسين عواضة مع رمية التماس. دائما الأنصار يعني ملعب طرابلس البلدي وجهه خير على الانصار هون على هالملعب، واخر مبارياته كانت امام النجمه بكاس النخبه، فاز ايضا بنتيجه 3-1 وقتها موني اللواتي ومعتوق هن اللي سجلوا. يعني ناقص موني سجل اليوم، بنكون عم نشوف سيناريو على صعيد التسجيل بملعب طرابلس
مشابه للمباراة أمام النجمة بكأس النخبة بالوقت اللي شباب الساحل حاليا عم يجرب ينظم صفوفه ويهاجم. التدخل الممتاز من البيطار، عالي جدا البيطار اليوم عم يقدم مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية بالوقت اللي الانطلاقة عم تكون من نجم اللقاء الأول بدون منازع هو حسن معتول 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 للحج مالك، فرصة هدف ثالث الحج أو رابع الحج مالك، والتسديد من اللواتي بعيد يا لواتي بعيد يا لواتي، التسديدة اللي كانت فعلا قوية بوس الطويل. واحد من اللاعبين يلي عم يقوموا بعملية تحوية لجانب محمود كشك وحسن حمود طبعا. رمي تماس، شوفوا الساحل ما بده يضيع أي ثانية، ما بده يضيع أي لحظة شباب الساحل. بطل كأس لبنان موسم 99-2 عم يلاقي نفسه متأخر بفارق هدفين. كرة للخلف لعند الشبريكو، صحيح دفاع الأنصار ببداية المباراة كان عنده هفوة أمام حيدر عوادة تحديدا يلي انفرد وما سجل بمرمى نزيه أسعد بعدها، وخصوصا مع التبديل الاستراتيجي اللي قام فيه نزار محروس، إعادة حسين عوادة من مركز الظهير الأيمن مقابل انطلاق نصار نصار ليكون بمركز الجناح الايمن، فاد بشكل كبير سرع ايقاع اللعب. شوف النصار وين موجود، هو اعطى الكره للمعتوق يلي بغير اتجاه اللعب باتجاه موني عم تنقطع المرتده الكاونتر اتاك مع العطوه بيلعبها لعند الكوراني سريع الساحل بالارتداد، عاده بيكون كوراني كوراني بطأ اللعب لكن بعد الكره معه، الكوراني بيحاول ينطلق بسرعته امام الشبريكو، التغطيه ممتازه عم تكون من الشبريكو. لاعبي الانصار اذا مثل ما عم نشوف عم يقوموا بعمليه التحميه مع مدربهم نبيل بعلبكي، العائد ايضا ليكون موجود مع الفريق. شبريكو اليوم عم يحمل شارط قياده الانصار بغياب معتز باللهج نادي، هو اقدم لاعبين الموجودين على ارض الملعب من الناحيه الانصاريه. طبعا الانصار اللي كان عنده سلسله من التعاقدات والاسماء اللافته جدا يلي وصلت للفريق اضافه لحسن معتوق، هناك جهاد ايوب الموجود طبعا على البنش، ايضا اياد حمود من اللاعبين المنتظرين، الفريدو جريديني، وهذا جهاد ايوب هو يلي رده راح يكون التبديل الاول الانصاري. بالفعل موجود اصبح على خط الملعب ليدخل جهاد، لاعب وسط مميز جدا بيقدر ينظم اللعب بشكل منيح مع داوودة على مشارف منطقة خطير، داوودة بالست داوودة عم ترتد الكرة، والمحاولات الساحلية فارس عم بتزيد عم تكتر، الساحل عم يجرب يقلص النتيجة بعده مآمن بحظوظه بالخروج أقله بنقطة بهالمباراة بالوقت يلي مباراة الصفوة الغازية عم تنتهي بفوز صفاوي بهدفين نظيفين. فريق الصفوة يلي عم يرفع رصيده لأربع نقاط بعد تعادله الأسبوع الماضي مع الإخاء الأهلي عليه، وجهاد أيوب يلي عم يدخل بدلا من نصار نصار بأول تبديل من ناحية فريق الأنصار، وثاني تبديل بالمباراة كان سبقه تبديل جاد حسين من فريق شباب الساحل. ركلة حرة لفريق شباب الساحل بهالوقت عن طريق محمد حمود، محمد حمود يلي راح ينفذ الكرة ويلعبها داخل منطقة جزاء الحج مالك، بيبعد الكرة الرأسية، ما زال الضغط ساحلي والهجمات مرتدة للأنصار، 3-2 اللواتي الحج مالك وموني، بيتقدم اللواتي اللواتي اللواتي، لهي يا حسام. شوفوا نزار، شوفوا نزار محروس، كان بيقدر الأنصار يتصرف أفضل من هيك، اللواتي لمح إنه علي ظاهر متقدم عن مرمي، جرب ياخذ المبادرة على عاتقه، الهجمات المرتدة لفريق الأنصار خطرة كتير، معقول نشوف بعد أهداف لفريق الأنصار، والحج مالك يلي بيسدد فيرست تايم، كرة على الطاير فولي بعيدة عن مرمى علي ظاهر، علي ظاهر على السريع عم بيلعب الكرة، هيدا اللواتي هون لمح علي ظاهر متقدم، فضل يلعب الكرة لوب ما نشحت. نتيجة ما زالت 3-1، الأنصار بأمان
مع الهجمات المرتدة الخطرة يلي عم بتكون جاد أيوب بيخسر الكرة، أول كرة بيلمسها داوودا، أفضل لاعبي الساحل بمباراة اليوم داوودا 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 بيتقدم وبيخسر الكرة بالنهاية داوودا قدام أبو بكر، بتروح الكرة لركلة مرمى لنزيه أسعد، ركلة مرمى بهالوقت لحارس مرمى فريق الأنصار حارس طرابلس السابق اللي انتقل هالموسم ليكون مع فريق الأنصار. نزيه أسعد بيلعب الكرة عالية بيطلع علي عبود والحاج مالك، الكرة مع الحاج مالك اللي بيلعبها أمامية لموني، بس في زهير عبد الله فريق الأنصار صار بده ينتبه أكثر على منطقته مع الاعتماد أكثر وأكثر على الهجمات المرتدة يلي رح تشكل خطر كثير كبير مع سرعة الحاج مالك سرعة اللواتي. حسين رزق نونا بيخسر الكرة ترجع لعن جاد حسين بيلعب الكرة لنونا، نونا عليه لعبين عليه لعبين بيطار بيبعدها بالوقت المناسب، محمد حمود منه لعباس عاصي، عباس عاصي الكرة لداوودا، عباس عطوي فرصة لفريق شباب الساحل، فرصة لفريق شباب الساحل، الله شو حلوة شو حلوة هالكرة، وبالنهاية عباس عاصي عم بيسدد الكرة إلى يسار نزيه أسعد بس ما صاب المرمى. اليوم فرص الساحل كانت خطرة كتير كتير كتير، شوفوا هاللعبة الحلوة اللعبة بالنهاية تسديدة حد مرمى نزيه أسعد، ألعاب وانتو ممتازة خاصة مع داوودا ديامي اللي عم بيلعب اليوم واحدة من أفضل مبارياته، وكنت عم بخبركم إنه ببداية المباراة هيدا مكسب لفريق شباب الساحل هاللاعب يلي انتقل من فريق البقاع وانضم لفريق شباب الساحل. نزيه أسعد على أرض الملعب بس هدف، الريحة شوي بتصور يعني ما في إصابة لنزيه. بهالوقت نزار محروس بيستغل توقف المباراة ليعطي تعليمات للاعبينه، 68 دقيقة على بداية المباراة، 23 دقيقة على بداية الشوط الثاني، الشوط الثاني كان شوط مثالي لفريق الأنصار، تغير كل شيء بالنسبة لفريق الأنصار، يلي عجز عنه شربي الأنصار بالشوط الأول، تمكن إنه يعمله بالشوط الثاني هدفين، والألتراس كمان الأنصارية يلي من بيروت إلى الشمال إلى طرابلس عاصمة الشمال لمواكبة فريق الأنصار. وأيضا الأمر اللافت العنصر النسائي بالألتراس الأنصاري يلي مع موقف تشجيع بهالأثناء، فريق متقدم 3-1 فرحة أنصارية كبيرة يعني طبعا بيستحق المشوار من بيروت إلى طرابلس اليوم بالنسبة للأنصاريين، لأن أول 3 نقاط بدوري ألفا راح تروح للفريق الأخضر في حال قدر حافظ على النتيجة، ومتقدم 3-1 قبل 21 دقيقة على نهاية المباراة. اللواتي مصاب على أرض الملعب، حسين رزق عم يطمن عنه بكل روح رياضية، كل السلامات لأفضل ممرر للكرات الحاسبة بالموسم الماضي حسام اللواتي. هذا جمهور الأنصار أمامنا وطبعا اللون الأخضر الطاغي على المدرجات، حضور كبير لجمهور الأنصار إلى يمين المنصة الرسمية، تقدروا تشوفوا بالشاشة العدد الكبير من جمهور الأنصار، قاعدة جماهيرية كبيرة بطبيعة الحال بالشمال للأنصار، وطرابلس يلي دائما جمهور الأنصار بحب يسميها قلعة الأنصاريين. هون بالإعادة تدخل حسين رزق على حسام اللواتي، واحد من أفضل لاعبي شباب الساحل اليوم بالمباراة حسين رزق، خطأ كان واضح لمصلحة الأنصار يلي عنده حاليا رمي التماس، المعتوق رح يترك الكرة لحسين عواضة هو يلي رح يتقدم، عم ياخذ كل وقته حسين عواضة لتنفيذ الاوت، هيدا امر طبيعي هيدا امر منطقي مع المعتوق، المعتوق 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 على الجهة اليمنى بيحاول يلعب العرضية، حسن معتوق لاعبين على المعتوق، حسين رزق عم يتدخل مرة جديدة هون عم يحط الكرة خارج أرض الملعب بعد احتكاكه بمعتوق، حكم ما احتسب خطأ هون، شوفوا
الحالة بالإعادة. أكيد كل الحالات المثيرة للجدل بكرة بالموعد الأسبوعي المتجدد جولدن بول الساعة 5 بعد الظهر مباشرة عبر شاشة الام تي في، ملخص لكل المباريات وأيضا الحالات التحكيمية بحسب تقرير لجنة الحكام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم. كوليبالي تحت ضغط الحاج مالك بحط الكرة بالاوت. بيطار بالخلف من الحسين عوادة عاد يعمل البريسنج شباب الساحل بوسط الملعب مع جاد الحسين، هو اللي عم يضغط على المعتوق، المعتوق بحاول يمر لكن الحمود عم يقطع الطريق، عم يقطع الطريق محمد حمود كان بالكرة الأخيرة. حسن معتوق مرة جديدة أيضا مقطوعة من محمد حمود. جهاد أيوب بالعالي فوق الكل كان عم يلعب هالكرة بالرأس مباشرة إلى خارج أرض الملعب. علي عبود كرة للأمام مقطوعة من أمام مع عباس أطول، لكن في خطأ كان عم يرتكبه جهاد أيوب. أيضا عباس عاصي كرته مقطوعة، صار في حال سجل هدف بدون شك رح يقدر يقضي على المباراة، يقضي على أمال شباب الساحل بهاللقاء بالوقت اللي فيه احتكاك على ارض الملعب على ما يبدو بين زهير عبد الله وجهاد ايوب. ماهر العلي راح يتصرف مع اللاعبين والانذار راح يكون بانتظار قائد الساحل. متوتر جدا زهير عبد الله. شوف حسين عواضة حتى عم يمنعوا لزهير عبد الله انه يتوجه لجهاد ايوب. انذار لجهاد ايوب وانذار لزهير عبد الله. رح تشوفوا بالاعاده اللي صار هون تدخل عباس عاصي على عدنان حيدر ومن بعد هون زهير مع عدنان وتدخل جهاد ايوب ليبعد زهير عبد الله عن عدنان حيدر. الامور محتدمة كانت. ماهر العلي برايي تصرف بطريقة صحيحة فارس وانذر اللاعبين وقطع الطريق على اي اشكال كبير وما نقصنا بصراحة لا اشكالات ولا قطع طرقات. يعني البطاقات كثيرة بهالمباراة عم بتزيد اكثر واكثر، اهداف كثيرة، مباراة حلوة عم نتابعها من ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس. مباراة الأنصار وشباب الساحل ضمن الأسبوع الثاني من دوري ألفا. جاد أيوب بيخسر كرة بتروح لعند داوودا. داوودا 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 بمرر لعباس عطوي، عباس عطوي معه جاد حسين بيلعب الكرة لعند جاد حسين. جاد تأخروا كثير بهالكرة بتروح لعند المونة حسين رزق. زهير عبد الله، زهير عبد الله بيلعب الكرة عالية بيبعدها أبو بكر كمارة للواتي، اللواتي لموني، موني بياخذ الكرة بطريقة ذكية كثير للحج مالك، الحج مالك بيتقدم منه للواتي. مثلثات حلوة كثير، فنيات رائعة عم نشوفها، تمريرات مدروسة بأرض الملعب. الشبريكو الشبريكو بفضل يرجع لنزيع أسعد، نزيع أسعد منه للبيطار، البيطار لجهاد أيوب على السريع لعند حسين عواضة. التبديل يلي عمله نزار محروس يشهد له بالشوط الأول فعلا، تبديل مع حسين عواضة يلي رجع وأخذ مركز ظهير الأيمن. نصر نصر على مركز جناح الأيسر وحسن معتوق قلب على مركز جناح الأيمن، بلش يعطي مفعوله هالتبديل. جهاد أيوب معصب بده يروق جهاد أيوب. النتيجة لصالح فريقه 3-1، ما في لزوم أبدا للعصبية على أرض الملعب. النتيجة لهلا أنصرية قبل ربع ساعة لنهاية المباراة. عباس عطوي، عباس عطوي بيرفع الكرة وكوليبالي بيحصل هون على ركلة ركنية
عباس عطي أونيغا وسوني سعد المصاب يلي خبرتكم شو صار معه. سوني يلي غيب عن مباراة اليوم وعن التشكيلة الأساسية لفريقه، ما رح يقدر يشارك بمباراة اليوم أبدا. ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، بيلعبوا الكرة داخل منطقة جزاء. الحج مالك موجود على باب المرمى ليبعد الكرة ليشتت الكرة. زوير عبد الله بزالت الكرة مع فريق الساحل. الساحل ما عم بيستسلم، عم بجرب يقلص الفارق. إذا بده يرجع للمباراة لازم هلا يقلص الفارق. شباب الساحل كل ما الوقت عم بيمرق كل ما هالشيء عم بيكون لصالح فريق الأنصار. نزيه أسعد، الحكم بيقول في خطأ على داوودا. نزيه أسعد يلي رح ينفذ الخطأ. ماهر علي يعني هيدي بالإعادة الأمور يلي صارت، عمل خطأ ليربح وقت يعني دغري ليخليه لحارس المرمى يحط الكرة وينفذ الكرة بأسرع وقت. برجع بنكون العصبية واضحة على الفريقين، خاصة على لاعبي فريق شباب الساحل اللي عندهم كان فرصة ذهبية ليتقدموا 2-1 وقت كانت النتيجة 1-1. من بعد الأمور تغيرت وقدر الأنصار يتقدم بهدفين سريعين كانوا ورا بعض. داوودا 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 على الجهة اليمنى. داوودا شو بده يعمل لحاله؟ داوودا بده مساندة، بده حدا يكون معه. كوراني 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 ما رح يقدر ياخذ الكرة ابدا، بيخسرها من جهات ايوب، تنتقل سريعة لعند موني. موني مع مهارات فردية عالية بس بيخسر الكرة. موني كمان مع شباب الساحل. كوراني عم بيقوم بمجهود من بداية المباراة بس مجهود الكوراني ما عم بيكون كافي ابدا لفريقه يقدر يترجم الفرص اللي سنحت له. شبريكو شبريكو بده يشتت، لازم يشيل الكرة شبريكو. هيدا الشيء اللي بصير، بيبعد الكرة شبريكو. عباس عطبي موجود، حسين رزق نونا، تبديل عم يتحضر بصفوف فريق شباب الساحل. مصطفى كساب التبديل الثاني للحش حمود بهالمباراة، بينما بعده نزار محروس على التبديل الوحيد وهو جهاد ايوب يلي دخل. جاد حسين بيلعب الكرة لعند محمد حمود، محمد حمود بياخذ الكرة وبيحصل فريق الانصار على لمسة يد والتبديل الساحلي بهالوقت يلي رح يكون زهير عبد الله خارج ارض الملعب وبدلا منه مصطفى كساب. مصطفى كساب اذا رح يدخل مكان زهير عبد الله. مصطفى كساب لاعب بيلعب بقدمه اليسرى، رح نشوف مين رح يتحول ليكون ظهير ايمن. على الارجح عباس عاصي، فعلا عباس عاصي عم يصير ظهير ايمن. مصطفى كساب راح يكون موجود امام الخط الدفاعي بمركز الوسط المدافع. لاعب العهد السابق تعودنا نشوفه كظهير ايسر بالوقت يلي كره اماميه هون باتجاهه للكوراني. كالفين داو ايضا عم يتحضر للدخول من ناحيه شباب الساحل، لاعب ايضا بيلعب بقدمه اليسرى ممكن بدل محمد حمود. هيك بيكون الحاج حمود سحب الظهيرين يلي بدا فيهم المباراه بشكل اساسي مع حسن معتوق. المعتوق مره كرته معتوقه على حسن معتوق من مصطفى كساب، ترجع لمصطفى سريعا من لمسه وحده لعند حسين رزق. نونا يتقدم بوسط الملعب للامام لعباس عطوي، ممتاز عباس عطوي بالرؤيه بيصلحها لعند عباس عاصي، بتروح لعند داوودا 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 بجرب يتقدم بيلعب الكرة لعند العطوي، مقطوعة من رشديد الصلاب. الدفاع الأنصار هي كلمة السر بمباراة اليوم، هي مفتاح الانتصار بالنسبة للأنصار مع الحاج مالك اللي عم ينطلع حاليا على الجهة اليسرى. حاج مالك بيسلم اللواتي بيقول له أنت تصرف. حسام بيلعب الكرة، ما في تسلل ما في تسلل، الحكم عم بيقول تسلل. عدنان عبد الله عم بيقول تسلل على موني، وكأني شفت ما في تسلل بالحالة الأخيرة. بالوقت التبديل رح يحصل أيضا تبديل أنصاري، عم يتحضر محمود كجوك عم يتحضر للدخول. حسن كوراني الحاج حمود عم يختار حسن كوراني للخروج، وكالفين داو
عم يدخل مكانه، وبالتالي جاد حسين رح يصير جناح ايمن، وكالفن داو رح يكون موجود بمركز الجناح الايسر. لعب البقاع السابق يلي كان له او مرق بفتره قصيره بنادي الانصار قبل انطلاق الموسم، كان وقع مع الانصار لكن عاد الانصار وفك الارتباط مع كالفن داو يلي توجه الى شباب الساحل. بالاعاده مره جديده حاله التسلل، الكاميرا اكيد وضحت الامور بشكل كبير بهالحاله. ابو بكر ليو كامارا رح يقدر يتابع اللعب، وقائد الانصار بمباراه اليوم الشبريكو هيدا ابو بكر كامارا، واسم ابو بكر كامارا يلي منتشر بشكل كبير بملاعب كره القدم بالعالم مع منتخب غينيا. المدافع ابو بكر كامارا بيلعب ايضا مع كلوم ستار ببلاده. ابو بكر كامارا لعب سيدي بوزيد بتونس، ابو بكر ديمبا كامارا لعب تروا بفرنسا، وهناك طبعا ابو بكر كامارا لعب فولان بانجلترا، وقبله طبعا اشهر اسم على هالصعيد هو ابو بكر تيتي كامارا مهاجم بمنتخب غينيا اللاعب ايضا مع عده انديه فرنسيه وانجليزيه. محمود كوجوكا عم يتحضر للدخول، على ما يبدو رح يدخل مكان الحج مالك. فعلا مكان الحج مالك عم يدخل محمود كوجوك. التبديل الثاني للانصار بمباراة اليوم قبل 7 دقائق ونص على النهاية، 3-1 مرتاح الأنصار وبطريقه لتحقيق انتصاره الأول بالموسم الجديد. انتصار أكيد أداء ونتيجة بيرضي طموحات جمهوره، بيرضي طموحات إدارته اللي عملت شغل كبير للتأسيس لفريق قوي يكون منافس جدي على اللقب بالموسم، من بعد ما الأنصار قدم نفسه بشكل جيد بالموسم الماضي وحل بمركز الوصيف. كرة بوسط الملعب مع عدنان حيدر، عدنان على الجهة اليسرى، الشبريكو بيلعب الكرة للأمام، مقطوعة مرة جديدة من أمام موني. رمية تماس أنصارية والمحاولات مستمرة للفريق الأخضر بحثا عن هدف رابع. بالوقت الساحل متشبث ومتمسك بأمل تقليص الفارق. نونا سير رزق لعباس عطوي، كرة الخلف لعند علي ظاهر، علي عبود من جديد، حسين رزق، علي عبود، مقطوعة المرة، الكرة من حسين عواضي اللي بيلعب الكرة المعطوبة فيها تسلل، المعطوء المعطوء، خرجت الكرة، خرجت الكرة قبل ما يسدد المعطوء، هيك شفتها أنا بالفعل، خرجت الكرة. شوفوا دغري عم يلعبوا ركلة المرمى وعم بيحركوها شباب الساحل، خرجت كرة معطوء بسرعة تدخل، لكن الكرة هالمرة كانت أسرع منه لتخرج من أرض الملعب. مباشرة هالمرة عندنا زي أسعد، بهدوء تام عم يتعامل الأنصار بالوقت الحالي مع المباراة. 5 دقائق فارس متبقية على النهاية، الأنصار مهمته الأساسية بهالأثناء هو تمرير الوقت للمرور الى النقاط 3. كرة حاليا مع الانصار، هجمة مرتدة، المعطوء، المعطوء خطر كثير، المعطوء بمباراة اليوم بيتقدم، المعطوء الكرة خرجت يا معطوء، ورمي تماس محقة لفريق شباب الساحل. فريق شباب الساحل قدم مباراة كبيرة، برجع بقول لو استغل الفرص يلي سنحت له كان في كلام ثاني بالنتيجة.
اليوم ما كان موفق ابدا حيدر عوضه، وغياب عبد العزيز نداي دفع حقه اليوم فريق شباب الساحل. كالفن داو بمرر لعباس عطوي، عباس عطوي لداوودا، ابرز لاعبي الفريقين بمباراه اليوم. داوودا بيتقدم بمرر الكره على الجهه اليمنى، فرصه لفريق شباب الساحل. عباس عاصي لداوودا، داوودا بقرب بسدد داوودا، كره خطره كثير ما راح يسيب المرمى. داوودا عم بيقوم بشغل كثير كبير اليوم بهالمباراه. الوقت عم بيقطع بسرعه على لاعبي الساحل، الثلاث نقاط صاروا اقرب بكثير بكثير، ومن اكثر من اي وقت مضى لفريق الانصار يلي راح يحصل على اول ثلاث نقاط له بدوري الفا لكره القدم لهالموسم. الانصار بيرفع رصيده لثلاث نقاط بحال الفوز، والساحل رصيده بيبقى ثلاث نقاط، الفريقين بيتعادلوا بالنقاط. كالفن داو على الجهه اليسرى بده يلعب رمي التماس، بنفذها سريع على مصطفى كساب، البيطار موجود لابعاد الكره، ممنوع حدا يقطع، ممنوع حدا يمرق هيدا البيطار. ترجع الكره لعند محمد حمود، محمد حمود وجهاد ايوب، وخطا انصاري لصالح جهاد ايوب. بلش جمهور الانصار يحتفل بهالانتصار بهالفوز. هل راح يكون في تبديل لفريق الانصار بعد، او راح يكتفي نزار محروس بالتبديلات الاثنين يلي اجريهن؟ موسى الطويل عم بيأدي عمليه التحميه على السريع ليدخل لارض الملعب بهالوقت الباقي من عمر المباراة. بكاري كوليبالي لا داوودا، داوودا على الجهة اليمنى معه أبو بكر كمارا يلي بيبعد الكرة بده للبيطار، البيطار بيشتتها لخارج الملعب. رمي تباس لفريق الساحل، جمهور الأنصار رح يظهر من هالمباراة مبسوط بعد الانتصار والانطلاقة يلي بيعتبرها هو كانت ابتداء من اليوم. فرصة لفريق شباب الساحل، داوودا، داوودا بيلعب الكرة، فرصة للساحل مش معقول. كالفن داو يلي سدد، في كرات ما لازم تتهدى داخل منطقة الجزاء، في كرات إذا تهدد بأجزاء من الثانية والقرار لازم يكون سريع. هون قصة المهاجم يلي اليوم عم بغيب عن فريق شباب الساحل، هيدي كرة يعني كرة ضاعت، كان بيقدر يمرقها كمان كالفن داو وبيقدر يمررها. يمكن كنا شفنا هدف تقليص الفارق، مين بيعرف؟ حرام هالفرص يلي عم بتضيع اليوم على فريق شباب الساحل. بالنهاية الأنصار عم بيعرف كيف يستفيد من هالشيء، والأنصار أضاع العديد والعديد كمان من الفرص. كوليبالي الفوز الأكبر للأنصار بتاريخ المواجهات، كان 6-1 عام 2002 بالدوري، و 5-0 بال 2013 أيضا ضمن الدوري. 40 مباراة جمعت بيناتهم لهلا، الأنصار فاز 24 مرة، تعادلوا 15، وانتصار وحيد كان لفريق شباب الساحل. مع هالمباراة الأنصار صار مسجل بمرمى الساحل 83 هدف مقابل 33 هدف لفريق شباب الساحل. هيدي إحصاءات ومواجهات الفريقين. خطأ كمان مرة، ركلة حرة لفريق شباب الساحل. فرصة الأخيرة للساحل ليقلص الفارق إذا قدر قبل دخولهم بالوقت الإضافي. كرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها نزيه أسعد، ما زالت أنصارية. هل رح نشوف الهدف الرابع؟ هل رح نشوف الهدف الرابع بهالمباراة؟ معقول كثير، ما أوه كرة طالت عن اللواتي، كانوا ثلاث لاعبين على لاعب. موني بيلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء للمعتوق، المعتوق سدد، كرة ضعيفة، الخطورة راحت. عباس عاصي أبعد الكرة، وفرص الأنصار والهجمات المرتدة كنت عم بحكي يلي سنحت للأنصار إنه يرفعوا النتيجة أكثر بكثير ما استغلوها. يعني ثلاث لاعبين على لاعب والفرصة كانت عم بتضيع. هيدا مع الهجوم
الساحلي يلي عم بيكون والهجمات المرتدة الأنصارية يلي عم بتشكل خطر كتير كبير. موسى الطويل جاهز يدخل بآخر أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. أول ما الكرة تخرج من الملعب عباس عطوي في خطأ واضح، في خطأ لصالح شباب الساحل، الكرة بتتنفس سريع على داوودة، داوودة بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء عم بتضيع. وينك يا مهاجم الساحل اليوم لتقدر تستفيد من هالكرات داخل منطقة الجزاء؟ عبد العزيز نضاي على أمل نرجع نشوفه بالمباراة المقبلة، وفرصة ساحلية جديدة. الأنصار عم بيدافع، عم بيعتمد على الهجمات المرتدة، واللواتي اللواتي 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 بينطلق المعطوق، كرة للكشك، الكشك على الجهة اليسرى، هل رح يعمل شيء الكشك بهالكرة على الجهة اليسرى؟ الكشك بده يرجع، بده يمرر لموني، موني داخل منطقة الجزاء، الكرة بتضيع. الأنصار أول ثلاث نقاط لإله شربيل بدوري ألفا مع ثلاث دقائق على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الأمور صارت شبه مستحيلة على فريق شباب الساحل ليرجع بأجواء هاللقاء، والمعطوق فرصة جديدة. مبروك للأنصار، يعني فينا نقول هاردك للساحل، مباراة كبيرة للفريقين. يعني فلتت المباراة من إيد شباب الساحل بهالأثناء، لأنه فتح الملعب شباب الساحل تماما مع انطلاقه للهجوم. حسن معتوق عم يخرج من أرض الملعب على وقع تصفيق كبير وحار من الأنصاريين، ودخول موسى الطويل أول ظهور للاعب الشاب هالموسم بالإعادة مرة جديدة. آخر فرص المعتوق، التسديدة قريبة جدا من زاويته اليمنى لعلي ظاهر، كاد يسجل تاني أهدافه باللقاء، عنده هدف وتمريرة حاسمة اليوم، وجمهور الأنصار عم يحتفل بالمعتوق بانتظار صفرة النهاية ليحتفل بالنقاط الثلاثة مع محمد حمود. عم يتقدم، عم يدخل منطقة جزاء، ممتاز جدا اللي عم يعمله حمود، والكرة العرضية عم تنقطع من مدافعي الأنصار مع حسين رزق، أيضا عم يتقدم الرزق منه لعباس عطوي، عباس بحثا عن كرة عرضية. حسام اللواتي عم يتدخل بقوته البدنية، ممتاز جدا اللي عمله اللاعب التونسي حسام اللواتي، والكرة إلى ركلة مرمى عبد الناصر أسعد. دقيقتين فقط متبقيين مشاهدينا على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الأنصار بطريقه لتحقيق الانتصار، انتصاره الأول إذا بموسم 2019-2020. أكيد الأنصاريين بيتطلعوا على هالمباراة ليبنوا للمباريات المقبلة، خصوصا أنه واجهوا خصم صعب، خصم منه سهل أبدا. وطبعا فريق يحسب له ألف حساب، وراح يكون ند عنيد لكل الفرق يلي راح تواجهه بهالموسم. بالوقت يلي علي ظاهر هون عم بيخاطر، عم يلعب بالنار محمد حمود لعند حسين رزق، نونا كرة للأمام لحسين رزق، ممتاز جدا باتجاهه لكالفن داو، كالفن 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 داو، والتسديدة بالقدم اليمنى من كالفن داو بعيدة بعيدة تسديدته لكالفن داو. ثلاث لاعبين سابقين بالبقاع اليوم على أرض الملعب، كالفن داو وداوودة ديامي من جهة شباب الساحل، وجهاد أيوب من جهة الأنصار، أيضا هناك علي موفق الموسوي على مقعد احتياط شباب الساحل لاعب سابق بالبقاع. الفريق اللي هبط مع الرسي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي. نص دقيقة فقط بتفصلنا عن صافرة النهاية من الحكم ماهر العلي. جاد الحسين بيستخلص الكرة من جهاد أيوب، يلعبها لعند داوودة، داوودة كرته الأمامية باتجاه عباس عطوي مقطوعة من حسين عواضة. مباراة جيدة لحسين عواضة، كان قد الحمل وكان قد ثقة نزار محروس، خصوصا بعد تحوله إلى مركز الظهير الأيمن مع جاد الحسين. ترجع الكرة لعند داوودة يلي بيلعب العرضية باتجاهه لكالفن داو بالرأس، عم تنقطع، والحكم ماهر العلي مشاهدينا بالأثناء عم ينهي المباراة بفوز مستحق للأنصار بنتيجة 3-1. الأنصار طبعا حسم انتصاره بالشوط الثاني، بمطلع الشوط الثاني باللقاء عند ما سجل هدفين، انتصار إذن
مهم جدا للفريق الاخضر، استعاد الروح بعد ثلاث هزائم متتاليه بين نهائي كاس النخبه بين الكاس السوبر وبين المباراه الافتتاحيه بالدوري امام غريمه التقليدي النجم. اكيد راح نشوف نحن وياكم ابرز لحظات المباراه والاهداف يلي سجلت، الاهداف الاربعه بدايه مع الهدف الافتتاحي، تمريره رائعه كانت من حسن معتوق بعد اختراق للحاج مالك. شوفوا المعتوق، شوفوا الرؤيه امام علي عبود، مرر الكره العرضيه وقدر الحاج مالك بتمركزه الممتاز يهرب من كوليبالي ومن زهير عبد الله ويفتتح التسجيل للانصار. من بعدها شباب الساحل مع التمريره الساحره من الساحر عباس عطوي الى داوودا ديامي، هون على غفله من نصار، نصار قدر ينطلق داوودا وقدر يسجل هدف التعادل بشباك الانصار. 1-1 اصبحت النتيجه مع الاحتفال المميز للاعب السنغالي. لكن من بعدها هون اللقطه اللي اثارت الجدل، سقوط الحاج مالك على ارض الملعب بمواجهه علي عبود بالاعاده، فيكم تشوفوا مره جديده، واكيد الحكم بكره بجولدن بول على هالحاله من قبل المتخصصين من قبل لجنه التحكيم بتقريره الاسبوعي. بنالتي نفذها المعتوق وسجل من خلالها، ومن بعدها كان حسام اللواتي عم يسجل هدف يحسم من خلاله الامور للانصار. 3-1 على وقع الاحتفالات الانصاريه، على وقع فرحه الفريق الاخضر. انا اكيد بدي اعطيكم موعد بكره الساعه 5 بعد الظهر بالحلقه الثانيه من الموسم الثالث لجولدن بول، كل المباريات، كل الاهداف، وكل طبعا الحالات التحكيميه، وخصوصا هالحاله اللي كنا عم نختم نحن وياكم فيها المباراه واللي عم تثير جدل كثير كبير بالتاكيد كانت بالمدرجات وراح تثير جدل اكبر بالشارع الكروي. على كل حال مشاهدينا مع هالمشهد الاخير من ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس، انا بدي اودعكم واعطيكم موعد بكره بجولدن بول، الى اللقاء. Rhythm. Rhythm. Thank you.